واحد النوع هو اللي قصاو حيدي الوجه ديالو. لا ماشي لا لا تينوض تيدير معاك ليرور تيغلط معاك او بالاحرى تيبغي يديلك ديالك ولا تيبغي بزاف ديال الامور. المهم تيبغي يدخل عندك. فاش كتنوض انت كدير داكشي اللي قدرك عليه الله، كتعفط ليه على البوطونه ديالو، كتغبر ليه المسمار، تينو تيقلب معاك احاديث. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، الله يخطفك الحق وقتها. الله حسبنا وحسبك وحسب جميع المسلمين اجمعين. ولكن اللي كيقول حسبي الله ونعم الوكيل هو الانسان المظلوم، ماشي الانسان الظالم اللي تناكت ليه الغربه. انت ظالم، وكيف ما سولات لك النفس ديالك تغلط، الناس غلطوا معاك، والملائكه والرسل والانبياء راه محسوبين، حنا ما منهمش، حنا غير ناس. كيف ما قدرتش انت دير الزله، راه الناس اخرين تما كيقدروا يديروا الزله. الصلاه على الحبيب. بالنسبه لواحد النصيحه شبابيه، ثقه، ثق في الله سبحانه وتعالى ثقه مطلقه. اما في راسك ثق ديما، ثق ثقه نسبيه، يعني ما تثقش في راسك بزاف، حيت تقدر بعض المرات دير شي حاجه اللي فوق من الجهد ديالك. وحتى الناس الثقه معاهم حتى هي كتكون نسبيه، حيت كاين اللي تقدر تثق فيه في الفلوس وما تثقش فيه في يقدر يفشي السر ديالك، كاين اللي تثق فيه في السر وما تقدرش تسلفه، يقدر ما يردش ليك. الثقة ديما كتكون نسبية وداكشي، وكتبنى، يعني الثقة كتبنى، واحد الحاجة اللي كنخدمو على حنا لي زيومان بيناتنا باش كنبنيو. سو ملي كتثق في الناس وما هما تيثقو فيك، ولكن كتكون دير لي بريكونسيون ديالك، يعني الاحتياطات ديالك اللي هي إنسانية، حق مشروع هذاك. نهار كيشد لك فردي، شد لك شي لعيبة كيهز فردي باش يتيريفك، كتجاوبو بحالة الابتسام، ولكن راه الابتسام خص يكون وراها مدفع. خصك تكون مخبي مدفع مورا الابتسامة ديالك، ما يضرب واد القريطيسة ديالو تنسى في الحمار تعبو.